ده كلام مهم جدا لما نلاحظ انه مصطفى امين يكون له دور في اللجنه الثقافيه، وشوفوا اللجان كانت حتى نشطه جدا وكانت مفيده في النادي، انه من خلال ترأسه للجنه الثقافيه يساهم في حمله بناء حمام السباحه، ويكون احمد عبود باشا رجل الاعمال اللي جر رجله للنادي الاهلي مصطفى امين يكون هو المساهم الاكبر في انشاء حمام السباحه. هو ده النادي الاهلي، وهي دي رموز وشموع حمراء اضاءت تاريخ النادي الاهلي. لكن يبقى ايضا هناك الكثير من اسرار الملك عن سعيد جيرمانو، سعيد ابو النور، هيكلمنا عنه المهندس عدلي، ولكن بعد هذا التقرير الصوتي. سعيد ابو النور احد اللاعبين العظماء في تاريخ النادي الاهلي في فتره الستينيات، والملقب بقلب الدفاع الابيض نظرا لبياض وجهه الشديد. ولد سعيد ابو النور عام 1938. بدأ مشواره مع الساحرة المستديرة بدور المدارس بأرض المعلمين والتي هي مستشفى المعلمين الآن. اكتشفته عيون كشافي الأهلي وطلبوا منه الحضور إلى النادي، وبدأ مسيرته مع القلعة الحمراء عام 1957. وكان من ناشئي مدرسة الكرة، وتدرج في صفوف الناشئين حتى لعب لفريق 18 سنة، وتم تصعيده للفريق الأول عام 1959 بقيادة ماكبرايد المدير الفني الإنجليزي وقتها، والذي دفع به فور تصعيده في مباراة القمة أمام الزمالك، والتي حقق فيها الأهلي الفوز بهدفين مقابل هدف واحد. أحرز للأهلي رفعة الفناجيل وطه إسماعيل، بينما أحرز للزمالك عبد نصحي، وظل بالقلعة الحمراء 11 عاما متصلة. من المواسم التي حقق فيها أبو النور إنجازاً عام 1961 حين حقق الأهلي ثلاثية الدوري والكأس بالإضافة لكأس الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا. ومن المباريات الفارقة في مسيرته لقاء الأهلي أمام بطل أوروبا وقتها بنفيكا البرتغالي عام 1962، حيث نجح في مراقبة الأسطورة إيزيبيو وبناء على قرار من عبد صالح الوحش مدرب الفريق وقتها، حتى إن الأخير صافحه عقب نهاية اللقاء الذي انتهى بفوز الأهلي بثلاثية مقابل هدفين. ومن المواقف التي لا ينساها الصخرة الأهلوية حرمانه من مكافأة دورة جاكرتا التي أقيمت عام 1963، حيث شارك مع المنتخب ولكن تم طرده بعدما ضرب لاعبا كوريا. وفي يوم 25 من سبتمبر عام 2010 توفي النجم العظيم واللاعب المحبوب والخلوق سعيد أبو النور، قلب الدفاع الأبيض وملك التغطيات. بص يا سيدي، بصيت يا سيدي، سعيد أبو النور كان ملقب بجيرمانو. ليه؟ لأنه لما لعب قدام بنفيكا، كان بنفيكا وقتها كسب ريال مدريد وكسب بطولة أوروبا بنتيجة كبيرة، وجالنا أول مباراة يلعبها ودية بعد تتويجه باللقب ده، وكان عندهم سيرد باك اسمه جيرمانو، فكان المقارنة، لأن سعيد أبو النور كان أسلوبه مختلف، هو صاحب الأسلوب الهادئ في الأداء، يعني تقدر تشبه شوية أسلوبه بعماد النحاس مثلا، ما كانش فيه الداشنج واللعب، إنما كان فيه التوقع والاستخلاص وبدء الهجمة زي كابتن حسن حمد. حاجة كابتن حسن نفس الستايل. فكان سعيد، وبعدين اتصعد صغير يعني، ومن ساعة ما اتصعد خلاص لعب أساسي على طول، وفضل 11 سنة واتصل يلعب، وبعد كده راح مبطل وسافر قعد في هولندا بقى، استقر وخد الجنسية وبقى، لكن كل صيف كان حريص لازم يجي النادي. مرة رحت هولندا كان في شغل يعني، كنت بشتغل في شركة خاصة وسافرت هولندا، قابلني وحسيت يعني بمكانته في المجتمع اللي هو فيه، يعني اصحاب كتير، مكانة كويسة، بيته كان بسم الله ما شاء الله عليه يعني، فهو كان قصة نجاح حتى على المستوى الشخصي رحمة الله عليه. كان بيحب جيله قوي يعني، انا فاكر
لازم كل عمل كذا حفله في النادي طبعا يجمع فيها نجوم الستينات من كل الانديه. كان يجي، ما اقول لك كان حريص لازم يجي في الصيف ويعمل بقى الاعداد اللي انت بتقول عليه دي، والقعده التقليديه اللي على باب مدخل الكلاب هاوس دي من ناحيه الايه اوضه مجلس الاداره، ويلم الناس حواليه. لا يعني واحد من الناس اللي تقدر تقول من العلامات اللي لازم تتذكرها وانت بتجيب تاريخ الكره في النادي الاهلي. الجيل ده كان ساري جدا بالمواهب يا باشمهندس. ساري بالمواهب وساري بالشخصيات اللي ليها طابع خاص. انا يعنيني اكتر كمان انه بعد ما بيبطل بيبقى عامل ازاي، علاقته بالنادي الاهلي عامله ازاي. يعني كل ما تيجي فرصه انه ينزل مصر كان لازم ينزل مصر. وما يقضيش ثانيه بره النادي الاهلي غير عشان ينام. يجي الصبح يروح بالليل. فطبعا رحمه الله عليه يعني حتى انا اول مره اعرف انه كان رئيس الغرفه التجاريه للهواء والانديه المصريه في هولندا. يعني ما انا بقول لك كان له مكانه، حسيتها انا. يعني رئيس الغرفه التجاريه في هولندا دي مش سهله يعني. مات 2010 رحمة الله عليه. طبعا كان لاعب مميز جدا وإنسان أنيق حتى في شكله وفي صوته وفي رحمة الله عليه.